بأننا يجب أن نبتعد عن منح يعني المكتب التنفيذي للكاف هذا الشرف، يجب أن نجردهم من هذا الشرف الذي أرادوه بفضل تواجد الجزائر في السباق. يجب أن ننزع القناع عن هؤلاء ونجردهم من هذا الشرف الذي أرادوا أن يشتروه بتواجد الجزائر في هذا السباق. لذلك قبل شهرين من ذلك عندما لو تتذكر عماد، عندما ذهب رئيس الجامعة الملكية المغربية إلى قبة البرلمان واسترسل في الحديث حول يعني ظروف تحضير المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025، اتضح بأن الرجل كان يمتلك الضوء الأخضر بأن المغرب هي التي فازت في ذلك الوقت بتنظيم هذه الدورة النهائية. صح رشيد رجراج أمين، من العيب أن يتم إزاحة الجزائر من احتضان مسابقة قارية بحكم كأس إفريقيا. صحيح نحن اللغز فريد، على غير العادة اليوم نبدأ معك النقاش قبل 48 ساعة موعد الإعلان عن مستضيف كأس إفريقيا في نسختي 2025 و2027. كيف هو موقف الجزائر، وهل نستطيع القول أن احتضان كأس إفريقيا مع هيئة قارية مثل التي تحكم اليوم أصبح من الماضي أو كان من الأول من الماضي؟ قلناها في هذه الحصة وفي هذا البلاطو وليس في هذا الديكور. قبل شهرين من ذلك عندما لو تتذكر عماد، عندما ذهب رئيس الجامعة الملكية المغربية إلى قبة البرلمان واسترسل في الحديث حول يعني ظروف تحضير المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025، اتضح بأن الرجل كان يمتلك الضوء الأخضر بأن المغرب هي التي فازت في ذلك الوقت بتنظيم هذه الدورة النهائية. وقلنا في ذلك الوقت أيضا بأنه على الجزائر كان من المفروض أن ردة فعل الجزائر كجزائر قبل فيدرالية وقبل كرة قدم وما إلى ذلك، كان عليها أن تسحب مباشرة ملف ترشيحها لهذه الدورة 25 وحتى 27. لماذا؟ للحفاظ على الأقل على يعني تلك السمعة التي امتلكناها منذ الاستقلال أولا، وأيضا منذ أن رأت العديد من المنشآت الرياضية العالمية بين قوسين النور في السنوات الأخيرة، إذ لم يكن من اللائق أن يقول ما قاله رئيس الجامعة الملكية في قبة البرلمان، ولم يكن أيضا من اللائق أن ننتظر قبيل الإعلان الرسمي ب 24 ساعة لنسحب ملف ترشحنا. أنا قلتها في ذلك الوقت وأعيدها، ما زلت مصرا على نفس الموقف، كان من المفروض أن ننسحب في ذلك التاريخ، واليوم ليس الأمر متأخرا، نستطيع أن نسحب ملف ترشحنا على الأقل قبل ساعات أو دقائق من الإعلان الرسمي، لكي نترك لهذا المكتب التنفيذي للكاف يعني نضعه أمام الأمر الواقع، ولنقول للعالم وللعائلة الكروية الإفريقية بأن الأمور لا تسير بهذه الدرجة. عندما تكون الجزائر في السباق من المفروض أن نحترم أبجديات اللعبة، نترك أعضاء الجمعية العامة يصوتون سواء بشراء الذمم أو بغير ذلك. يعني اللعبة مكشوفة اليوم، وشراء الذمم كان قبل هذا التاريخ، لذلك كان علينا أن ننسحب ويجب أن ننسحب قبل موعد 27. واضح فريد مطاوي. رشيد رجراج، الاتحاد الإفريقي للعبة يستعد لضرب قوانينه في الصميم بعد ساعات قليلة فقط. هيئة قارية أصبحت لا تعترف بالكفاءة، لا تعترف إطلاقا بمبدأ تكافؤ الفرص، بل وأصبحت تعترف إلا بالمحسوبية وسياسة الكيل بمكيالين. لا، هي تعترف بالناس اللي عندهم نفوذ في هذا الهيئه، تعترف بهم كما قال الاخ فريد، يعني قلتها في البلاطو تاعكم يعني سواء معك او مع الاخ نبيل في العديد من المرات، خاصه لما بدات تخرج معلومات مفادها ان حسم في امر البلدان اللي راح تنظم الكاس الافريقيه 25 و27، لما كذلك بدر سيد جيد سبيس بالترشح الى عضويه المكتب التنفيذي للكاف كذلك، يعني قلتها الكوميكس، قلتها ان يعني في اروقه الكاف يعني ما يلزمش نحطوا ان لي جو سون طون ريغل، يعني كل شيء يسير وفقا لقوانين وفقا لضوابط قانونيه، لا، هي وفقا للنفوذ، يعني كل واحد والنفوذ اللي عنده
في المكتب التنفيذي، وكنا ذكرنا شكون هما يعني اللي عندهم النفوذ، وذكرنا حتى يعني حتى يعني انا في حصه من الحصص قلت بصراحه العباره ان يعني الموسيبي كرئيس ما عندوش البوا يعني في لاكافي، هو اللي كان واحد الجزائر، هو اللي كان واحد زميزف، ما عندوش البوا، ما عندوش البوا حتى هو يعني حتى هو الان راهو يعني عنده طموح واحد اخر، يعني الطموح تاعو هو اليوم سياسي وحاب يترأس يعني جنوب افريقيا، هو حاب يترأس لاينسي الحزب الحاكم حاليا في جنوب افريقيا، وبعد ذلك ترشح لرئاسة البلاد، يعني حتى انا نظن يكمل العهده هذه، يعني ما نظنش انه يترشح لعهده واحده اخرى، يعني اليوم ماشي يعني اللي يسير يعني في لاكافي، يعني راهو بعيد شويه يحضر توسكي بروتوكولار، يعني كل ما هو يدخل في البروتوكول تاعو يعني يحضره، ولكن ما عدا هذا راهو بعيد يعني على قرارات الكاف اللي خلاها وناس واحد اخرين. واضح رشيد رجراج امين، من العيب ان يتم ازاحه الجزائر من احتضان مسابقه قاريه بحكم كاس افريقيا، صحيح نحن غائبون عن دوائر صنع القرار في الاتحاد الافريقي، لكن نحن جاهزون منذ مده لاحتضان عديد المسابقات القاريه، كيف ترى موقف الجزائر اليوم وعلى بعد سويعات قليله عن قرارات الكاف؟ صحيح عماد، اكيد ان الجزائر كانت حاضره وأكدت على جاهزيتها في أكبر المنافسات التي احتضنتها، بداية من منافسة الشان، ثم قبل ذلك ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي صنعت الحدث وكانت ناجحة لأبعد الحدود بشهادة وسائل الإعلام في مختلف أنحاء إفريقيا. كل هذه المؤشرات يعني بذلتها الجزائر من أجل الفوز باحتضان منافسة كأس أمم إفريقيا من جهة، ومن أجل أيضا احترام القارة السمراء، احترام الوسط الكروي في القارة السمراء، ولكن كل هذا الأمر يعني مجهودات الجزائر يمكن القول أنها سقطت في الماء بسبب قرارات الكاف التي هي بعيدة عن المنطق، هي بعيدة عن ما يحدث في الوسط الكروي في إفريقيا، هي بيادر تتحكم في دهاليز الكاف. كل هذه الأمور لم تساعد الجزائر، وأظن أن حتى لو ترسم قرار سحب الجزائر لملفها لترشح كأس أمم إفريقيا، فيكون هذا الأمر هو رسالة من الجزائر إلى الكاف أن الكاف لم تقدر مجهودات الجزائر وسعيها في كل مرة لاحتضان أكبر المنافسات السابقة قبل الوصول إلى منافسة كأس أمم إفريقيا. بداية من الشان مرور. نعم أكيد بداية من الشان، وأظن أن التظاهرة التي كانت ناجحة وأخذت حيزا كبيرا في وسائل الإعلام في إفريقيا هي منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. من الصعب عماد أن تحتضن منافسة يعني بمختلف الرياضات ويكون هناك تنظيم على أعلى مستوى، يعني هنا كنت في التظاهرة، هناك تنظيم في أعلى مستوى، سواء تعلق الأمر بالرياضيين أو بوسائل الإعلام التي كانت حاضرة، هناك احترام كبير من الأجانب الذين قدموا، هناك يعني تنظيم في كل الرياضات، كل هذه الأمور يعني بعدها مسابقة الشان. نعم أكيد هناك أيضا مسابقة الشان تم احتضانها في ملعب براقي الذي كان تحفة آنذاك، يعني كل هذه الأمور الكاف. نعم أكيد كل ملاعب عنابة، نعم أكيد كان عنابة أيضا في أبها حلة، عنابة كان من بين أحسن الملاعب. نعم يعني وسائل الإعلام نصر نقول على نتحدث خاصة على وسائل الإعلام في قارة إفريقيا تحدثت بإطناب، أثنت على دور الجزائر في 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 إنجاز حشان وإنجاح لعب البحر الأبيض المتوسط، ثم يعني في المقابل الكاف لم تقدر كل هذه المجهودات. صحيح أمين نصر بويش، في وقت ليس بالبعيد كنا نملك حظوظا وفيرة لاحتضان هذا الحدث القاري ولم شمل إفريقيا من جديد، لكن وفق آخر الأخبار والمستجدات في الأشهر القليلة الماضية الاتحاد الإفريقي يتجه لإزاحة الجزائر وتجريدها من شرف تنظيم كأس إفريقيا في جاهزية لأول مرة تقريبا منذ 1990، ما تعليقك بخصوص هذا الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية؟ في الأشهر القليلة الماضية أكيد كنا نأمن أن إحنا عندنا حظوظ لأورغانيزي هذا الكان هادية، شفنا تظاهر يعني في تعشان، وين شفنا أشياء جميلة حتى للنهائي، أعضاء الكوميكس كانوا حاضرين وتكلموا، كل مرة كيش نقولوا أورغانيز تنظيم رائع، ملاعب رائعة، حتى في النهائي بعد الخسارة ضد السنغال شفنا موتسيبي لما أخذ الكلمة تكلم قال لنا التنظيم جيد، كأنها كان هدية ماشي شان، شفنا تغطية إعلامية في المستوى أراضي تاع الميدان في مستوى عالي، كما تكلم على ملعب عنابة باغ إكزومبل اللي كان ربما شغل كما نقولوا حنا ان طابي ميلود هاتفي نيلسون مانديلا قسنطينة، والأجواء كانت رائعة،
حصلت حفل كروي افريقي كما نعرفوه في هذه السنوات الماضيه تاع ليكان. لكن لما كما قال رشيد لما ما يكونش عندك نفوذ، لما تكون تقريبا غايب في الهيئه او في الاسامبلي تاع الكاف، نظن ان الحدود تاعك تكون وما تكونش يعني تصدر انيغاليتي في الاخر باش تخير اي ملف. لهذا نظن نخليو لهم الكره لهم وننسحب من الافضل، لانه ما فيهش يونيكيتي سبورتيف. يعني شفنا لوبيات لا، انت عندك كيما نقولوا ان بروجي، عندك دي تيران، عندك كل شيء. نخليو كيما نقول يكون ان فير بلاي، لكن نظن انه لاكاف ما تامنش بالفير بلاي. رشيد او فريد، في عدد سابق وقبل شهرين من الان كنت طالبت بضروره انسحاب الجزائر من سباق الترشح لاستضافه كاس افريقيا. البعض حينها اتذكر جيدا راى ان تصريحك ضرب من الجنون. كيف لبلد بحجم الجزائر الانسحاب من الترشح لكاس افريقيا ونحن في اتم الجاهزيه من افضل وافضل من المترشحين الاخرين لاستضافه هذه البطوله؟ بكل صراحه في ذلك الوقت ربما لم تكن الاخبار رسميه بدرجه يعني بنسبه مئويه كبيره، يعني منح شرف تنظيم كاس افريقيا للمغرب كانت مجرد كلام فقط، لكن بدا يتاكد شيئا فشيئا مع مرور الوقت. في ذلك الوقت ما هي اسباب ودوافع ذلك التصريح الذي ادليت به؟ شوف، عندما هناك عده مؤشرات يعني توحي لك بضروره الاحتكام الى منطق الاشياء. عندما ترى مثلا تصريح سفيزف وهو يتحدث على الوعد الذي تلقاه بالموتسيبي بضرورة تمكينه لولوج المكتب التنفيذي للكاف، ثم نشاهد تلك النتيجة. عندما تستمع أيضا إلى نفس تصريح نفس الشخص هو يتحدث على أنفانتينو، تدرك بأن الأمور ليست بين يدي موتسيبي في القاره الافريقيه وفي في في صلب قرار المكتب التنفيذي للكاف. ربما ما قاله موتسيبي، انا ارى ورقه الطريق وارى انك وظفت كلمه خداع. انا لا اتهم موتسيبي بانه خدع لا الجزائر ولا 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 سفيزف ولا شيء اخر. انا اؤكد لك بان الامور سارت وفق نهج لم يكن يتمناه موتسيبي، واكدت بان يعني ثقل موتسيبي امام اعضاء المكتب التنفيذي هو اخف مما يتصوره البعض. رشيد تكلم ربما على الطموحات السياسيه التي يمتلكها هذا الرجل، وهو صهر رئيس جنوب افريقيا، وسوف يكون رئيس الحمله الانتخابيه للرئيس الجنوب الافريقي. كل هذه الامور تخص موتسيبي ومستقبله السياسي، لكن نحن كجزائريين يهمنا ايضا اين نحن في هذه القاره، خصوصا في الجانب الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص. عندما تأخذ كل هذه العوامل تصل إلى تحديد ثقل موتسيبي في المكتب التنفيذي للكاف. لذلك أنا قلت ساعتها بأننا يجب أن نبتعد عن منح يعني المكتب التنفيذي للكاف هذا الشرف، يجب أن نجردهم من هذا الشرف الذي أرادوه بفضل تواجد الجزائر في السباق. يجب أن ننزع القناع عن هؤلاء ونجردهم من هذا الشرف الذي أرادوا أن يشتروه بتواجد الجزائر في هذا السباق. لذلك أنا قلت ساعتها بأنه يجب علينا أن ننسحب، ليس لا خوفا ولا ضعفا. الجزائر أقوى من 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 احتضان كأس نهائيات كأس أمم إفريقيا بفضل هذه المنشآت التي دشنت في السنوات الأخيرة. أنا بدون أي مبالغة أقول لك بأننا أكبر بكثير وفق ما نمتلكه اليوم من منشآت من تنظيم هذه الدورة، بدليل أن الشان مثل ما تحدث ناصر نظمناها بمستوى أرفع بكثير من الكثير من الدورات النهائية في الكان. وأنا أؤكد لك بأن حتى بعض الدورات المستقبلية سوف يكون الشان الجزائري كمرجع بالنسبة سوف يكون كمرجع للأفارقة وللعالم برمته. عندما نظمنا الشان وأبدينا ذلك المستوى الرفيع سواء في التنظيم أو في المنشآت الرياضية المقدمة أو في النقل، تخيل لأول مرة ربما نمنح لرئيس الكاف مشاهدة مبارتين في نفس اليوم في 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 مدينتين، هما ربما المسافة الموجودة اليوم بين وهران وقسنطينة أو الجزائر بلد وبلد، هو بين بلد وبلد، لأن هذا البلد البعض يقول لك قارة أنا أقول لك كوكب. لذلك أنا أقول لك بأن الجزائر اليوم هي مطالبة بـ 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 بعدم منحها شرف لمن لا شرف له. واضح فريد، قلت كل شيء. رشيد رجل الكاف داست على جميع القوانين والضوابط في وقت سابق، لماذا لم تدس على قانون عدم منح كأس إفريقيا لكأسي إفريقيا متتاليتين لبلدين من نفس المنطقة، خاصة وأن الجزائر كانت مترشحة لاستضافة كان 2027؟ لا نعود واش قلت وش اللي قالوا فريد، تقريبا رانا في نفس السياق.
لا اليوم يعني اللي مازال يامن في الكاف ضوابط و القوانين صح القوانين والدعوه راه راه مازالوا راه الكاف سي الكوميكس تاع الكاف المكتب التنفيذي تاع الكاف وهي سي ديزاف ليونس يا انت واش توزن انت واش والكوكب اللي تمشي معاك فهمت انت والخلاط اللي كيما نقولوا بالعاميه واش تخلط داخل الكوميتي اكزيكوتيف احنا اولا احنا اولا احنا اولا ما نشعر في في الكوميكس ما نشعر في الكوميكس ترى لي زورغانيزاسيون د تنظيم الكار يعني اختيار البلد ومن صلاحيات الكوميكس مش من صلاحيات الجمعيه العامه الكوميكس احنا رانا غايبين على الكوميكس غايبين على الكوميكس دونك كيكونوا بعد عليه ما نقدروش ناثروا فيه مش ناثروا فيه لان اليوم انا مانيش في الكوميكس نصر في الكوميكس انتم كي توعدوا ناصر وتوعدوني انا ماشي كيف كيف كي توعدوا ناصر راكم رايحين تجتمعوا معاه دونك على بالو من رايحين تصوتوا كي توعدوني انا مانيش نجتمعش معاكم الفرق الفرق راه هنا حنا مادام رانا غايبين حنا مادام رانا غايبين على الكوميكس ما نقدروش يكون عندنا نفوذ في قرارات مثل هذه ربما نقدروا اليوم يكون عندنا نفوذ داخل الجمعيه العامه في في صلاحيات الجمعيه العامه ربما رايحين نديو معنا اتحادات افريقيه اخرى اللي ما رايش في الكوميكس ولكن داخل الكوميكس قرارات اللي تخص الكوميكس المكتب التنفيذي يعني احنا ما عندنا حتى وزن ما عندنا حتى وزن وكما قال فريد وكما قال ناصر انا وجهت الراي ان احسن حاجه هي الانسحاب احسن حاجه هي الانسحاب ومو كي تنسحب كما يقولوا بالفرنسيه تي ورا دينونسي تي ورا دينونسي كيلك شوز ميم انديريكتومون انديريكتومون بيان سور تي ورا دينونسي كيلك شوز واضح رشيد جراج قبل ان نستمع لراي امين نتابع تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم موتسيبي واشادته المستمره بالجزائر واعترافه ضمنيا بقدرتها على استضافه كبرى المسابقات الافريقيه I just want to express my personal باسم الأمم الإفريقية أتقدم بجزيل الشكر للاتحادية الجزائرية إضافة إلى الحكومة على نجاحها في تنظيم كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. يمكنني القول بكل ثقة أن كأس أمم إفريقيا للمحليين التي استضافتها الجزائر أنها الأفضل بدون منازع من حيث المنشآت والجودة والتسهيلات المقدمة لذلك أشكر الجزائر. الجزائر هي وطن كل الإفريقيين حين أكون في الجزائر أحس أنني في دياري أريد شكر الشعب الجزائري على ترحيبه بكل المنتخبات المشاركة سوف نجعل هذا الشان الأفضل في تاريخ المسابقة هذه أفضل نسخة شان في تاريخ الكرة الإفريقية وكرئيس للكاف أنا فخور جدا بالتنظيم الكل قام بعمله على أحسن وجه في الجزائر وهذا ما أكدته المنتخبات المشاركة في الدورة كانت هذه التصريحات مقتضبة لرئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي خلال مشاركته او خلال حضوره كاس افريقيا للمحليين وكاس افريقيا لاقل من 17 سنة امين بكل صراحة في اي خانة يمكن تصنيف تصريحات موتسيبي تصريحات موتسيبي عماد يمكن تصنيفها في خانة مجموعة التصريحات التي يدلي بها عندما ينزل في كل بلد يعني موتسيبي في فترة إئاسته للكاف يعني ظهر أنه رجل دبلوماسي في كل بلد ينزل إليه يدلي بتصريحات يؤكد فيها أن هذا البلد هو أفضل بلد من ناحية المنشآت الرياضية من ناحية البنى التحتية ولكن عندما قال أن الجزائر قادرة على احتضان منافسة كأس أمم إفريقيا وأشاد بالعمل الكبير الذي قامت به الجزائر في منافسة الشان يعي جيدا أن هذا هو عين الصواب ولكنه أكد بطريقة غير مباشرة أن هناك قوى في الكاف ليس هو حتى هو خارج دائرة القرار في الكاف يعني عندما يدلي بتصريحات ويقول أن الجزائر قادرة على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027 ثم ترى في المقابل أن الجزائر خارج السباق هنا يؤكد أنه ليس وراء قرار إبعاد الجزائر من الكاف يؤكد أيضا أن هناك قوى أخرى في الكاف هو في اشغال المكتب التنفيذي الكوميكس يعني اثناء التصويت عنده صوت باش نفهمه في حال تساوي الاصوات الصوت تاعو هو يحسم اللي يحسم
ولكن عنده صوت يعني باش نفهموا. ولكن نرجع الحديث نرجع أما في عمل أما في عمل الكولة صح ما يقدرش يروح لك على لا أعضاء الكوميرس هما اللي لكن هو كرئيس ما عندوش بالعامية ما عندوش جماعته بالعامية. شوف هي 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 المكتب التنفيذي يقال انه مقسم في الاتحاد الافريقي مقسم الى لوبيات كل لوبي لوبيات لداخل الكوميرس لوبي تاع الكوميرس مش قوي لوبي تاع موتيبي لا هذه هذا واش حبيت نقول انه جماعه موتيبي في الكوميرس يعني ماهوش قوي كما قلنا اكيد كما يقول امين انه الكلام تاعو كلام دبلوماسي لازم نقولوا بصراحه وين يمشي البلد اللي يمشي ليه يتكلم يمدح هذاك البلد. هو اليوم رشيد قال في البدايه انه عنده مشروع سياسي تفكير سياسي في بلده له كلام تاعو حسن اصبح دبلوماسي لما تشوفوا يهضر هنا لهذا نظن ما تقدرش تكون عنده قوه في الكوميكس ما تقدرش تكون عنده قوه لانه قوه الكوميكس هو اللوبيات لما تكون عندك لوبيات لداخل الكوميكس الصوت تاعو وحده ما يكفيش لازم هو ايضا يمشي مع لوبيات وربما ما عندوش هدف انه يكون لوبي ما عندوش هدف لكن يقدر لانه اهدافه هي سياسيه لا اهدافه سياسيه لكن نمشي معك ربما عندي صلاحيات عندي ديزانتيري كيما نقولوا مع اللوبي اكس نمشي معه والصوت تاعي نمدو لهذاك اللوبي يعني. لكن نصر البعض يرى وكان الحديث عن عدم منح الجزائر شرف تنظيم كاس افريقيا السابق لأوانه لكن الأمور حسمت بصفة رسمية لكن تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي التي استمعنا إليها بكل صراحة ما محلها من الإعراب عندما تتحدث أكثر من هذه التصريحات قال الجزائر مستعدة لاحتضان كبرى المسابقات الأفريقية أنا كنت حاضر في افتتاح ملعب تدشين ملعب نيلسون مونديلا كان رفقه كان موتسيبي رفقه انفانتينو وعندما استقبلهم رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون تحدث موتسيبي حينها قال الجزائر قادره على احتضان كبرى المسابقات الافريقيه والاقليميه لكن اليوم عندما لا تمنح هذا البلد لا تمنح هذا البلد ولكن تساعد هذا البلد قليلا في الحصول على كاس افريقيا لا يوجد دولة دعم للجزائر صحيح نحن غير متواجدون لكن على الاقل كما قال رشيد رجال صوت للجزائر لا ممكن هو يصوت للجزائر ممكن هو مقتنع بالشيء اللي قال رشيد يقول اعطى الكوميكس ولكن هو يبقى صوت يبقى صوت شوف انا مع الافارقه تمشي هكذا انت يجي منذ زمان حنا نعرفوا كي لما تجي الجزائر ديرك فوق لو طوا دي موند كيما نقولوا اي شخصيه رياضيه او سياسيه افريقيه تجي الجزائر كنا نحطوها على رصاننا لازم نقولها بكا لما يمشي مزمك ملي كنا صغار حنا ونعرفوا من بعد يدوروا علينا صافي يقولوا بوسيبل تكون تجا لهنايا قمنا ضيفناه قمنا بدرنا له كلش ولما يمشي خارج بعيد علينا كيما نقولوا حنا يدوروا علينا نظن انا هديه في دماغي قعدت لي منذ الصغر ملي كنا صغار ونتبعوا شويه هكذا ومارسنا هذه كرة قدم في افريقيا وشفنا كيفاش نتعاملوا مع الجزائر خارج في افريقيا معناها نظن انه هو اليوم اكيد انه قال انا تكلم كما قلت في العشاء تكلم على بطولة افريقيا اقل من 17 سنة وين مدحنا رجعنا قارة رياضية ماشي بلد رياضي كرة القدم لكن في الكواليس او في الوقت الحقيقي وموما اوبورتا انا نظن هو الاول ربما اللي يدور عليك فريد اليوم ربما من بين الأسباب التي خلتنا نخرج يعني خالي الوفاض من هذه المنافسة وعدم تواجدنا في الاتحاد الأفريقي هذا واضح جهيد زفيزف خسر الانتخابات وخرج منها خالي الوفاض اليوم وليد صادي عام وتقريبا 7 أشهر ربما لن يكون بمقدوره ولوج هذا المكتب لأنه الانتخابات على بعد 3 سنوات لكن هل تشوف أنه صادي بخبرته يعني باحتكاكه بروراوا لمدة عهدتين على رأس الاتحادية قادر يعني يضع هدف على المدى المتوسط والبعيد ولما لا العودة إلى المكتب التنفيذي وبالتالي تصبح الأمور ربما سهلة نوعا ما قبل أن أجيبك على هذا السؤال أقول لك بأن بالنسبة للموضوع الذي كان موضع النقاش بين الزملاء أنا أقول بأن يجب أن نعود إلى كيفية مجيء موتسيبي على رأس الكف لكي نوضح الكثير من الأمور أنفانتينو تعامل مع الوعاء الإفريقي كالقطيع أنفانتينو هو الذي يعني قطع التورتة أنفانتينو هو الذي وضع موتسيبي لذلك رشيد قال لك شيء مهم
اي نعم، موتسيبي كرئيس للكاف لديه صوت واحد في المكتب التنفيذي، لكن طريقه مجيء موتسيبي الى الكاف هي التي جعلتنا اليوم نتحدث على هذا الصوت الوحيد والاحادي عكس ما كان عليه حياته مثلا. حياته لم يكن يمثل ذلك الصوت الوحيد والاوحد. قوه تواجد حياته في المكتب التنفيذي للكاف وعدم يعني اغرافه لهذا الثقل من الفيفا بالطريقه التي وضعها انفانتينو لموتسيبي، كان حياته عندما يلتفت الى المكتب التنفيذي ويقول الجزائر الكل سوف يصوت الجزائر. الوضع اليوم مع موتسيبي يختلف اختلاف جذري بينه وبين موتسيبي. لذلك اليوم موتسيبي هو ايضا يعاني من 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 خفه ثقل تواجده سواء كرئيس للكاف او كعضو للكاف. لذلك رشيد قال لك بانه يمثل صوت واحد، من المفروض وما ألفناه على هذه القارة أن رئيس الكاف هو الأمر الناهي لبقية الأعضاء أعضاء المكتب التنفيذي التابعين له. قبل مجيء موتسيبي. لكن عندما جاء موتسيبي اختلفت موازين القوى وصار رئيس الكاف الحالي لا يمثل ربما إلا صوته وصوت بعض القلة القليلة من الأعضاء المتواجدين في هذا المكتب التنفيذي. لذلك علينا أن نفهم هذه الجغرافيا، جغرافية تواجد هؤلاء في هذا المكتب التنفيذي، لنجزم بأن هل لديك يعني حظوظ عندما يرضى عليك رئيس الكاف أم لا. الأمر اليوم ليس لا. بهذا الوضع. هذا لكي نوضح هذه الصورة. عودة إلى سؤالك، أنا أقول بأن وليد صدي نعم هو فاز بالانتخابات الفاف، لكن تواريخ عودة الانتخابات المكتب التنفيذي للكاف في شمال إفريقيا لا يستطيع وليد صادي في هذه العهدة أن يصل إلى ذلك التاريخ. أظن رشيد لو شهرين بعد انتهاء عهدة وليد تنطلق ربما انتخابات منصب شمال إفريقيا. يعطيك الصحة. لذلك وليد صادي اليوم إذا ما أردنا أن نبني على هذا الرجل وننطلق به إلى تحضيره للعهدة القادمة وهو يمتلك كل الحظوظ سواء من حيث يعني تواجده اليوم على رأس الفاف أو من حيث التجربة التي كانت لديه في السابق، نستطيع أن نبني على هذا الرجل، ندفع به إلى الأمام، نضع أمامه كل مؤشرات النجاح ونفكر ونستشرف المستقبل كمشروع لولوج المكتب التنفيذي للفاف وليس في الربع ساعة الأخير. إذا أردنا أن نقتحم المكتب التنفيذي للكاف في 25 علينا أن نفكر في الأمر منذ الآن، لأن الأمم التي انطلقت في هذه الأهداف لا تنطلق في الربع ساعة الأخير ويقول لك بأن وضع ملف ترشحه ونال رضا أنفانتينو ورضا موتسيبي. أبدا، الأمور لا تسير ولدينا من التجربة. علينا أن نحفظ الدرس كتلميذ نجيب، يعني ما حدث بعد خروج روراوة من هذه العائلة علينا أن نأخذ كل الحسابات ونأخذ كل الدروس لنعود إلى هذه العائلة سواء بالطرق المشروعة أو بالطرق المشروعة على النهج الإفريقي. وليد صادي عليه اليوم أن يلتفت ويضع هذا الهدف أمامه مع العائلة الكروية الجزائرية وفق النهج الموجود في إفريقيا والمشروع بين قوسين. أمين، تشوف أنه صادي لا ينقصه شيء ربما من أجل المرور إلى من أجل المنافسة على منصب الاتحاد الإفريقي في الانتخابات 2025، لأنه الرجل كان عنده بعض من الخبرة حين اشتغل كمناجير للمنتخب الوطني لمدة تقريبا 8 سنوات. أظن أن ولوج وعضو في لجنتين في الكاف وقال لكن الأمور تغيرت سيراشيد، تغيرت الآن. أننا نتحدث عن علاقات، نتحدث الآن عن علاقات، نتحدث عن كواليس يجب عليه أن كما قال فريد هو عمل سنوات من العمل، ليس يعني الوقت قد يكون ضيق. ما تغيرش مدة وبعد ترجع. أكيد غاب على الساحة، ولكن هل بقى في علاقات مع علاقات الناس هذوما؟ لكن حتى الناس يتغيروا. لا ما تغيروش بزاف في الكاف. لا ما تغيروش بزاف، تغيروش بزاف ما تغيروش. شوف ما تغيروش بزاف في الكاف، ما تغيروش بزاف في الكاف. وحتى اللي جاو جدد مثلا الكاف، ولكن قبل كانوا في دواليب الكاف، كانوا يعني سواء في تدرجوا الاتحادات المحليه، ما كانوا من الاتحادات التعاون المحليه. دونك كيما يقولوا التيشو هذاك سي لمام قطعه القماش هي نفسها. ولكن الشيء اللي قالوا فريد ان الانتخابات اللي قدمتها انتخابات الكوماكس يجيو مع بدايه العوده الاولمبيه القادمه. اليوم واش عنده وليد صالح عنده عوده فيها عام ونص
فيها في 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 عام ونص 18 شهر ربما 17 ذاك 17 شهر ربما هذه تاع عام ونص راح تمكنوا ولا تعطيه فرصه باش يعاود يخدم على مستوى الكاف داخل كما قال فريد بالطرق اللي يحبوها في الكاف يعني كاين طرق تاع الكاف سبيسيال كاف بتلك الطرق وعلى ثاني اليوم ثاني على مستوى الاتحاد المحلي لازم لنا استقرار رانا في عوده اولمبيه رانا في الرئيس الثالث في عوده اولمبيه واحده لازم لنا استقرار على مستوى الهيئه ما نظنش ان اليوم والاتصالي يعني جبناه ولا ندقبوا عليه غير باش يدير عام ونص على الاقل يزيد عوده اخرى اختار حنا ولا حبينا صح ندخلوا للكوميكس نطلبوا لكم عندنا استقرار محلياً. على مستوى على مستوى الهيئه ما نبدوش دوك العام ولا كل عامين نبدلوا لك ولا اولمبيه نغيروا. واضح رشيد رجراج. كان هذا كل ما حمله الجزء الاول من البرنامج. فاصل قصير ولا نعود على تغير المحطه.